الفكرية اللي بتأثر على إنتاج المعرفة العلمية البحثية في مجال الإعلام بالتحديد. يعني البحث قائم على دراسة ميدانية أجريت على باحث الإعلام لاكتشاف هذه العوامل، وبعدين البحث نفسه توصلنا فيه إلى حصر نموذج بيقدر يحصر هذه العوامل. البحث أجري من منظور فرع من فروع علم الاجتماع اسمه علم اجتماع المعرفة العلمية أو علم اجتماع العلم Sociology of Scientific Knowledge. فهبتدي أعرض لحضراتكم الأول بعض الآراء العلمية اللي في إطار علم اجتماع العلم أو علم اجتماع المعرفة اللي بيدرس المعرفة العلمية من الناحية السوسيولوجية، وإزاي بعد كده أنا طبقتها في بعض الجوانب. يعني أنا جمعت بعض النتائج الأولية الأساسية، مش كل نتائج البحث. يعني نبدأ المنظور اللي بيتبناه علم الاجتماع المعرفة العلمية Sociology of Knowledge أو Sociology of Science، بيتبنى إن المعرفة العلمية هي نشاط إنساني ليست مجرد اتباع لخطوات عادية أو منهجية تؤدي إلى إنتاج معرفة علمية موضوعية، وهذا هو الاعتقاد اللي كان سائد لفترة طويلة جدا. هو فرع علمي حديث على فكرة، فقال لا، هو الإنتاج المعرفة العلمية والإنتاج العلمي هو ظاهرة إنسانية، هو سلوك إنساني، وبالتالي يخضع لكل المؤثرات والإشكاليات وعوامل الضغط والهيمنة اللي بيخضع ليها أي نشاط إنساني. ومن هنا حاولنا نكتشف مجموعة العوامل اللي ممكن تعترض الباحث وتأثر على كم وكيف أو نوع الإنتاج العلمي في مجال الإعلام تحديدا. طبعا هو زي ما قلنا ان كان في اعتقاد سائد بموضوعية المعرفة ان بمجرد حضرتك ما هتتبع قواعد وخطوات المنهج العلمي المتعارف عليها في التخصص هتصل الى معرفة علمية رصينة او قابلة لإعادة الاختبار زي ما بيقولوا. لكن علم اجتماع العلم قال لا، هو نشاط انساني وبنية منطقية تتأثر بظروف الجامعة والمجتمع، سواء المجتمع في حيزه الاصغر الاطار المؤسسي اللي بيتم فيه العمل العلمي، او المجتمع ككل في إطاره الأكبر أو الماكرو ليفل. طبعاً بدأت فكرة إن المعرفة نتاج لعوامل اجتماعية أو مادية أو حضارية مع النظرية الماركسية كارل ماركس، اللي هو بدأ في البداية يقول إن العوامل الاجتماعية والمادية تؤدي إلى تشكيل نمط الثقافة السائدة في المجتمع، وبدأت النظرية تسود بشكل كبير وتلقى قبول إلى أن جاء علماء اجتماع وبدأوا ينظروا للسياقات والظروف الاجتماعية اللي بتأثر على إنتاج المعرفة العلمية. ويمكن من ضمن الأدلة اللي قالوها يعني إن إحنا قد نجد في زمن ما ارتفاع كبير جداً في كم الإنتاج المعرفي والعلمي، وزمن آخر في تضاؤل الإنتاج العلمي والمعرفي، إن في بلد ما وفي مجتمع ما في تقدم علمي وفي بلد ما ومجتمع ما في تأخر. إذن المجتمع بيصنع نمط العلم الذي ينتجه وفقا للظروف والسياقات اللي بيضع فيها العالم. طبعا من اشهر الناس اللي اشتغلوا العوامل الاجتماعيه اللي بتاثر على الانتاج العلمي بيير بورديو، اكتر من عالم هنتكلم عنهم اللي هم علماء علم الاجتماع الوظيفي في اوروبا الغربيه بالتحديد، اشتغلوا على هذه الجزئيه وعرضوا يعني نتائج قد تبدو صادمه، يعني في مؤثرات وعوامل كثيره هنتعرض ليها بسرعه في التأثير على إنتاج المعرفة العلمية. أول حاجة قالوا إن العالم أو الباحث هو جزء من المجتمع، فهو نشاطه الأساسي محاولة تكوين رأس مال ورمزي له. هذا رأس المال الرمزي أو الشخصي بيتمثل في كم البحوث اللي بينتجها ونوعية البحوث اللي بينتجها، وده بيتم الاعتراف بهذا الكم من رأس المال من خلال كم الألقاب والجوائز اللي بيحصل عليها، وبيبتدي هنا يحظى بالقبول أو الاعتراف من المجتمع العلمي من خلال آلية منح الألقاب والجوائز والوظائف والمراكز البحثية اللي بيتقلدها نتاج هذا الإنتاج العلمي. فهو بالتالي في دافعية إن هو يعني يبتدي يشتغل لتكوين هذا الرأس مال الرمزي. بيتكلموا عن دوافع العمل العلمي، طبعا انا درستها بالتفصيل دي على باحث الاعلام. قالوا ان بدايه طبعا كما هو معروف ان الدافع الفردي الشخصي دافع الولع العلمي، سموه الولع العلمي، ان الشخص يريد ان يتعلم باستمرار ويكتشف اكتشافات علميه جديده. لكن هنشوف ان ده مش هو الدافع الوحيد طبعا،
يعني انا لما طبقت على بحث الاعلام انا طبقت على عملت مقابلات ما اكتفيتش بالاستبيان بس وسالت ناس كتير ايه الدافع ان انت بتشتغل في العلم وطبعا قسمتهم طرحت في النموذج ان في ثلاث انواع من الدوافع والنسب المئويه بتاعتهم في حاجه اسمها الدوافع الغائيه انا سميتها كده بمعنى ان هو بيعمل للعلم لصالح العلم للمعرفه العلميه الراجل عنده غايه علميه يعني نتكلم عنها برضو مثله في الهرم الدوافع الإنسانية بتاعته قال أسمى الدوافع الدافع إلى حب المعرفة يعني بس دول نسبتهم قليلة المفاجأة إن أغلب الإجابات أنا سميتهم الدوافع النفعية أو الوسائلية يعني هو بيتخذ من البحث العلمي وسيلة لشيء قد يكون شيء جيد يعني قد يكون شيء مشروع إنه يترقى يبقى في الوظيفة يكتسب رأس مال أكتر علميا سمعة علمية بس مش للعلم في حد ذاته يعني إلى جانب فكرة الولع العلمي هو عايز شيء من البحوث العلمية وهذا حقه يعني في حاجة اسمها الدوافع القيمية يعني في شخص بيلتزم قيميا وأخلاقيا إن هو يقدم إنتاج علمي وعايز يفيد به المجتمع ضمن العوامل اللي اتكلموا عنها البحوث السابقة وأنا اختبرتها برضو في البحث حاجة اسمها الأكاديميك سوشياليزيشن السوشياليزيشن هو التنشئه الاجتماعيه لما نحط لها الاكاديميك سوشياليزيشن تبقى التنشئه الاكاديميه او التطبيع الاكاديمي وجدوا ان الباحث خلال فتره دراسه البكالوريوس او الماجستير بيتعرض لمواقف كثيره جدا تتعلق بالبحث العلمي فهو ما يراه وما يشاهده ما يقبل وما يرفض داخل الجامعه اللي هو موجود فيها بيديله اليه للتفكير فيما يجب ان يقوم به بعد كده فدي بتأثر باحث الإعلام عينة من باحث الإعلام لا أنا طبقتها على مصر في الأول وبعد كده في جزء يعني في بحث تاني خلاص خلص مع باحثة من دولة عربية يعني الجزء ده إمبريكال في مصر دلوقتي أنا بعمل عن الفاكتورز أفكتينج بروبلم سيليكشن مشكلة البحثية ده خلصته وأنهيته وعملت له سبميشن البحث الثاني انا شغال على الوطن العربي كله مع باحثه من الامارات قالوا كمان ضمن التنشئه الاكاديميه برضو البحوث السابقه يعني وانا برضو اختبرتها في حاجه في ظاهره بتبقى موجوده في الجامعات بالذات الجامعات الكبيره اللي عمرها كبير اللي هي سموها ظاهره زواج الاقارب الاكاديمي او تفضيل زواج الاقارب يعني زي العائلات ما بتفضل انها تتزوج من نفسها الجامعات بتفضل تعين خريجيها فده يؤدي الى ايه يؤدي الى اعاده انتاج نفس الانساق المعرفيه المتداوله يمكن ده بيخلي نفس الاليات اللي بتستخدم في انتاج العلم كما وكيفا ونوعا وموضوعات ونتائج هي الى حد كبير الجزئيه ديت كمان هتاثر في ايه هنشوف بعد كده في حاجه مهمه جدا في عامل تاني حتى التنشئة الأكاديمية وكمان في خلال التنشئة الأكاديمية بتمارس بعض الآليات لتطبيع أو لتنشئة الأكاديميين على نفس النسق الاجتماعي الأكاديمي اللي موجود زي قبول بحوث معينة منح ألقاب معينة منح وظائف معينة فيبتدي الباحث يقول إيه أنا سميتها النزعة الاسترضائية يعني يدخل إلى جانب نزعة الاكتشاف العلمي فكرة الاسترضاء للأسف الشديد يعني في بورديو بالذات اتكلم عن وجود صراع طبقي احيانا داخل الجماعات العلميه ان في انقسام طبقي في طبقتين الطبقه المهيمنه والطبقه التابعه مين الطبقه المهيمنه اللي غالبا بتملك منح الالقاب العلميه والجوائز وهم احيانا بيمارسوا عمليه التطبيع والتطويع دي باليتين اليه ماديه واليه معنويه الاليه الماديه هي فعليا منح الالقاب قرارات النشر الآلية المعنوية إن غالباً الطبقة المهيمنة بتبقى من كبار الأساتذة فالباحث احتراماً بشكل معنوي بينصاع لنموذجهم المعرفي اللي موجود فاللي بيحصل إن الباحث بيحاول برضو يسترضي هذه الفئات وبيزيد كم العنف الرمزي من الطبقة المهيمنة تجاه الطبقة التابعة كلما زاد الخلاف على آليات الإنتاج يعني في جيل مش مقتنع بالآليات أو المناهج القديمة وفي جيل مصر أن يثبت أنه هو ما زال قادر على الإنتاج فيبتدي يمارس قدر من التعويق والصراع والصدام بين الفئتين أنا همشي بسرعة
طبعا في نتيجه مهمه جدا وصل لها توماس كون في كتاب مهم جدا اسمه بنيه الثورات العلميه، اتكلم عن نموذج الدوره العلميه، ان بيحصل تشابه كبير جدا في اليات انتاج العلم والمعرفه والكم والكيف، البحوث متشابهه بشكل كبير جدا، فيجي فئه اجتماعيه او من العلماء يثوروا على هذا التيار السائد ويبداوا يقدموا تصور جديد، بعد بيمارس ضدهم العنف في الاول، وبعدين بيتحولوا الى مدرسه جديده وتيار جديد، وبعدين يهيمنوا هم كمان، وبعدين يتم تكرار انتاج المعرفه العلميه، وبعدين يجي جيل اخر يثور على، ودي توماس كون سماها نموذج الدوره العلميه. في اخر حاجه يمكن نتكلم عليها عشان الوقت، حاجه اسمها الهابيتوس او النسق المهيمن، ان في اطار كل علم في نموذج خفي، نسق سيستم مهيمن يؤدي الى التشابه والتكرار في عمليه انتاج الابحاث بشكل كبير، لم يرد في خطوات المنهج العلمي، لكن الناس متفق عليه ولا يعترض عليه احد بشكل كبير. طبعا انا اشتغلت على العوامل المشجعه والمعوقه للانتاج العلمي، اكثر العوامل المشجعه هي الدافعيه الداخليه للباحث، اكثر العوامل المعوقه هي السياق المهني والاكاديمي. طبعا اشتغلت كمان على العمر، ايه العمر اللي بيشهد كثافه في الانتاج العلمي، والعمر اللي بيبدا يشهد تضاؤل وانحدار في الانتاج العلمي. وفقا للارقام للدهاني حسبت المتوسطات الحسابيه، المين لبدايه كثافه الانتاج العلمي اواخر العشرينات، المين لبدايه تضاؤل الانتاج العلمي اواخر الاربعينات، سوري مطلع الاربعينات، المدى بين الاثنين 11 سنه، 11.1، 11.1 ده اكتر فتره بتشهد، ودي على فكره بتتفق مع دراسات الابداع الفني، يعني اللي اتكلموا عن الابداع الفني اتكلموا عن نفس العمر تقريبا، وان اللي ابداعاتهم بتبدا في سن مبكر بتختفي في سن مبكر برضو. يعني انا هعبر على الحاجات الاساسيه. طبعا هم قالوا ان بالنسبه للعالم الثالث في تبعيه للمناهج الغربيه، ده النموذج اللي انا اقترحته من 7 عوامل اساسيه بيأثروا في الانتاج العلمي، عشان هقرا من هنا لان انا مش هجيب اللي موجود ده. طبعا في المتغيرات الشخصيه الخاصه بالباحث نفسه، وفي المتغيرات الخاصه بالتنشئه الاكاديميه اللي تعرض لها والعوامل اللي مر بيها في اطار هذه التنشئه الاكاديميه، في خصائص الحقل العلمي نفسه، لان في بعض حقول علميه ما يقدرش يتحرك خارج دوائر وموضوعات معينه. يمكن برضو نتكلم هنا عن العلوم الانسانيه اكتر، العلوم الطبيعيه حره شويه في الحركه في الموضوعات في الاختيار، العلوم الانسانيه مش حره قوي. خصائص الحقل العلمي، العوامل الاجتماعيه والمهنيه في المؤسسه، خصائص الجماعه العلميه، برضو الجو والمناخ بين الجماعه العلميه اذا كان مشجع او معوق، خصائص الجماعه العلميه، خصائص عمليه انتاج المعرفه، اعداد البحث نفسه ونشره، خصائص عمليه تقويم الانتاج العلمي. يعني هنا كتير من الباحثين اتكلموا بعدم وضوح معايير التقييم، معايير النشر. انا اتكلمت عن ادراك الباحث لعدم موضوعيه المعايير، يعني لما الباحث بيدرك ان في عدم موضوعيه في المعايير او انها مش واضحه بالنسبه له، ده بيبقى معوق كبير جدا بالنسبه له. وشاكر لحضراتكم جدا.